والآن إلى آخر أخبار الطقس مرة أخرى فاطمة خليل. شكرا سحر، شكرا يوسف، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 18 الصغرى 10، اسكندرية 17-11، مطروح 17-10، بورسعيد 18-12، إسماعيلية 19-11 وجوها مائل للبرودة. بالنسبة للسويس 19-12، العريش 18-11، طابة 21-11، شرم الشيخ 23-13، الغداء 22-13 وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 23-9، أسوان 24-10، الوادي الجديد 23-9، شلاتين 25-15، حلايب 23-16 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.